روح تعيش حتى يمكن حتى تكفين باليوم انت عايشه بيه، حتى تقول شنو العيشه هاي. اعطيك فكرتين عن المعامل الوهميه، اعطيك فكرتين. احنا كان محافظه بابل الاولى بالعراق، بالعراق والشرق الاوسط، من صناعه الاقمشه البازه. البازه صحيح، عندنا كان مصنع القديم محافظه بابل. احنا محافظه بابل قبل 2003 6850 موظف، شكل عام مصنع الزجاج والجلديه. هذا المصنع وحده مصنع يشغل 2000 عامل، مكان انتاج الالبسه البازه يعني القماش البازه. نعم. يغطي العراق ويغطي الشرق الاوسط واحسن قماش بالعراق. بال 2012 قالوا هذا كلها عطلت المكان. 500 ماكينه روسيه، 500 ماكينه روسيه. قال كلها عطلت. عمي شلون عطلت؟ قال كلها عطلت. ليش باعوا الماكينه الوحده؟ ليش باعوها؟ ليش؟ ماكينه وزنها 30 طن، والله يمكن لو احكيك حتى يمكن حتى تكفين باليوم انت عايشه بيه، حتى تقول شنو العيشه هاي؟ يعني الماكينه معاها 90,000 دينار، ماكينه الدوله جابتها بال 990 جابتها بيش؟ ب 70,000 دولار، يعني قيمتها هسه بالعراق هسه بالحالي 500 مليار. معاها كل المكاين 45 مليون. وين راحت الفلوس؟ نقران كردستان. 45 مليون باعوا، 45 كل مكان 45 مليون. انا اتحمل امام رئيس الوزراء، امام رئيس النواب، امام اللجنه القانونيه، امام اللجنه النزاهيه، وامام راي العام ان الماكينه بعد 90,000 دينار. 90,000 دينار تباع ماكينه؟ مو جريمه هاي؟ جريمه. تجون جريمه؟ اكو واحد يبيع ماكينه مال نسيج ب 2000 عامل، يعني كم واحد عايشين؟ كل واحد عنده 5 أشخاص 6 يعني 10,000 عشرة، كلهم نقلوهم، كلهم انتهى المعمل. زين يابا شنو عطلت؟ شو عطلين؟ بس اعطيك هاي الفكره. عندنا بمحافظه بابل، عندنا محافظه بابل، شوف باع السرقات. عندنا محافظه بابل عندنا شركه عامه تصنيع وتسويق التمور العراقيه، العراق خامس منتج بالعالم. صحيح. محافظه بابل عندنا شركة عامة، شو هسه فاتحين؟ أتمنى سيد رئيس الوزراء من محافظ بابل فاتحين مدرسة أهلية وروضة أهلية والمكابس مخليها يبيعون هذا شو هذا جبس، ما جبس مسوي مخازن. هذا الحكي هذا زين. مخازن مال بوتيتا، عنده مخازن مال بوتيتا قبل 2003 كان كل العراق يخزن بهذا المكان ب 10,000 متر مربع، كل مخازن بوتيتا مبرده، مخازن الفات الاوسط كله يخزنها. شو مسوي هسه؟ شو مسوي؟ ها؟ شو باع شو مسوي هسه؟ مسوي معمل مال احذيه. اكو معمل احذيه خلوه شيء؟ معمل مال بيبسي، هاي وين صار هذا يا عالم؟ مصنع البان، مصنع مركز جمع الحليب محافظه بابل، وطوه من وزاره الاستثمار، سواه معرض مال سيارات. مشي هسه انا ادعو محافظ بابل شوف معرض مال سيارات، مصنع النشا محافظه بابل 250 موظف، هو نشا معمل نشا. شو يسوي؟ يجيبون ذره يفلسوها ويخلوها طحين ويكملوا، يحتاج لها ما يحتاج استثمار. قلت له يعني شلون اقتل انا؟ شلون اقعدك انا؟ دحابك هسه انت دحابك بمكانك، مو شرط اوقعك بالشاشه، اسقط الصناعه بحيث اخلي الشعب ينهض. ويوميا احنا بنحل مظاهرات يوميا بنحلها، لان الشعب كله بطاله. صح. ولك وين اروح انا؟ انت يا محافظ بابل، يا نواب بابل، محافظ بابل قلنا حل الصناعه. طيب. العراقيه احنا ادعو من هذا المكان محافظ بابل ونواب محافظه بابل ولا الاخ نائب ياسر وتويت، لجنه امن ودفاع توفير عقود عمل للدفاع والداخليه لخياطة البدلات العسكرية بالمليارات لمن تشغيل الأيدي العاملة محافظة بابل. احنا محافظة بابل احنا نبنيها، من يبنيها؟